تقول ابنتها كانت تعمل في شركة وأخذت مال بدون علم أصحابها، ما الذي يجب عليها الآن تجاه هذا المال؟ كيف تعيده لها؟ أن ترده إلى أصحابها في حال إذا خافت مثلا على مسؤولية ولا ملاحقة ولا الواجب أن ترد هذا المال إلى من أخذته منه بغير حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. فيجب أن يسعى في إبراء ذمته بكل وسيلة، بالاستسماح، ببذله، بكل وسيلة تبرئ ذمته. ففي هذا المال إذا كانت تستطيع أن توده في حسابات الشركة ترده إلى مسؤول الشركة المباشر للعمل، هذا هو الواجب. ولا يلزم أن تبين يعني مثلا التفاصيل في طريقة أخذ إذا كان يترتب عليه مفسدة، إنما تقول هذا حق للشركة علي، أو أنا أخشى أن تكون ذمتي أو ذمتي مشغولة للشركة بحقوق وهذا منها، ولا يلزم البيان بالتفصيل.